مني تشاوريش يا العرب اللي عندهم تساؤلات انا من العرب اللي عندهم تخبطات الصفحات الاولى جمله العروبه مش رخصه انتم مش بياعين السلع عرب اسرائيل كيف وصلتوا للتحليل اسرائيل روجت شوكه وانتم عملتوا تصفيه لتوضيح السخريه لو نسبت السورين او المصريين لفرنسا او للبريطانيه بتقوى كمجامله وانت كاهانه نسبتونا للمستعمرين للمحتلين احنا مطالبين بتحسين المعامله تدرون يا شباب ما فطرناش انتم من الداعين المصريين في تصحيح القضية عن تعرفين من احنا الضريب مش مسكين بس عندكم أمل صغير دي فلسطين انت محتلة سالتني بجد في تقطع الفلسطين انا مش خير البوليس تسيع الحيط انا مش خير اسمع لا بعد الصيف انا مش خير انا مش خير انا مش خير